والله ما ادري، انا حاس روحي راكب طياره. لا والله انا متعود انه شيء يصير عدي وخلاص وتمشي السياره بس، تخليه على ار ترجع، خليه على البي توقف. ايه؟ الان ما ادري ايش تسوي، بس عموما يعني من توقف بتقاطع عادي، بس هي مشكله بصراحه. ايه؟ انت ممكن تعرف شغلات بسيطه عن السياره، بس هي تمشيك توديك وتجيبك زين، بس هي تعال انت رغبات السواق اللي يمك وحواليك وقدامك ووراك، هاي مشكله شويه صعبه. شلون شلون؟ يعني شايف مثلا من قدامك مثلا ازدحام زين، وانت واقف في امان الله، يجي وراك يدق هورن، ادي دق هورن ليش؟ يعني تيدي اوخر سيارتي مثلا انزل اسحبها عمود تعبر، مو قدامك ازدحام يعني. زين انت ايش معنى الدق هورن الي ليش يعني؟ اوان اقول لك الظاهر جاي دق هورن على مودانا، دق هورن وكلنا ندق هورن حتى الكل يمشي. زين او مثلا ترافيك لايت هو وانا جاي امشي راح اطبق بالترافيك لايت، زين تلقاه وراك يرمش يرمش، ادري وين يعني، عبرت عنك راح توقف بالترافيك لايت، مو حالك حالي، ادري صابين غدا وتيجي تلحق، مو يعني هو كلنا واقفين يعني. زين فتسويها، او مثلا هذا خصوصا بالترافيك لايت قبل تصير استداره. أي. اكو واحد يجي ما يوقف حاله حال الناس بالسره، لا يروح يوقف بالاستداره بحيث اللي جاي يزيد السدار ما يقدر. ليه؟ ما يقدر لان حضره الاخ. اي وين واقف؟ واقف لي بالترافيك لايت وساد الاستداره حتى يصير اول واحد هو. والله يعني هذا ما تحتار شو تسوي بيه، والله تذب على سيارته ما تعرف شو تسوي. فهي هذه زين، عندك البنات خطيه البنيه على مود تشرد من ذولا جماعه اللي يطبقون. اي تكرضوا ليسر. زين انت قبل هاي انت اصلا كنت مثلا تروح لهاي الاماكن اللي بيها تفحيط وبيها هاي اول مره بحياتي اجي لهنا. اول مره بحياتي اجي لهنا. زين انت كنت ويمكن اخر مره ويمكن اخر يوم بحياتي. تنظر لهم بنظره حلوه لو ضوج لا 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 هو فن 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 بحد ذاته فن يعني. مساع الولد لما اجى اشتغل سوى شغلات ما ادري يعني. انا صار لي يعني هوايه سوق. اي بس صراحه هذا فن، يراد تكون تعرفه وتقيسه وتضبطها. زين شفت معلومات، شفت تقنيات ضايف للسياره، يعني فعلا فن. زين يعني مثل ما انه انا مثلا قد يمكن استخدم التليفون بس اتصال واتساب وفيسبوك وكذا، يجي لك واحد لا دخل بيه برامج جديده ومشتغله بشكل حلو، وطول ما هم جاي يسوون هاي السوالف بعيدا عن الشوارع العامه وهذه، اذا عاشت ايدهم حلو ما دام المكان مخصص ومهيئ. هو هذا اللي الموضوع بالعكس. هاي ونسه ليش لا. زين انت تقدر اليوم سباق وهيك شيء؟ والله راح اجرب هسه احنا عندنا 3 جولات. هاي الـ3 جولات راح تصير حتى تكون عندك مساحه للانتصار والفوز بهذا السباق. زين زين انت اول مره هم تجي هنا لو انا جاي؟ انا اول مره. ها انا اول مره الحمد لله. زين. احنا نريد توجه هسه المكان السباق. هذا مو مكان السباق. ها بعد راح ننطلق. اي هناك من هناك نروح ننطلق. اوكي شغل يلا. احمد هاني هسه تعادل حاليا، هاي الجوله الاخيره. لا انت خلاص انتهيت، انا اندليت درب ال100 وفوق. لا والله اي هاي قبل ما كنت من قبل ال70 وانزل. خلاص الاشاره يمك. يمي اي يلا 1 2 3 ها ابو شاب ما هو منو غلب ادري. هاي سويت انت بالسياره؟ طلعت القذله مال التاير باله. طلعت الشيب اللي بيه باله. ما ادري شلون تقول اني ما اسوق. هو لازم كل شيء يضم، انت مو كل شيء تطي مباشره يعني. لا الحكي اي فطلعت مهاراتي كلها انا. انا جماعتي ذولا بعد خلاص. هذا هو الاعلاميين مو جماعتي. جماعتي ذولا. هسه بعد راح تاخذ هيك سياره؟ اي منها هيك ان شاء الله. تباع الماكينه ما شاء الله. باع الماكينه يوم الجمعه هنا نلقاك بعد؟ كله باع الماكينه غرفه نوم مو ماكينه. باع لا دين لا شيء.